إذا توقفت الأحداث وبطلنا والدولة وسيادة الرئيس ما لقلناش حل فوري وسريع جدا رح يدمر تقريبا مستقبلنا، لأنه إحنا مثلا بحكي عني وعن غيري، إحنا باقين لبعض، أنا سبيل المثال أنا باقي لي أسبوعين لأتخرج، في غيري طلاب الطب، أنا طبعا طالب هندسة، طلاب الطب باقي لهم بس شهرين إشي وبدهم يخلصوا. فإحنا هلقيت لما وقفت كل أمورنا بطلنا عارفين إيش نعمل، فيش يعني فيش مجال إلا غير سيادة الرئيس اللي لاقين له حل، حل سريع وفوري لنطلع من هذا المأزق. طبعا احنا جايين هون عشان نطالب الدولة وحكومتنا الموقرة يعني بحقوقنا يعني وواجباتهم، ما بنطالبش بالمستحيل يعني، انه بس يعاملونا معاملة الدول الاخرى كيف بتعامل طلابها، يعني الطلاب الاخرين بالدول الاخرى يعني عاملتهم على اساس يعني عملوا لهم امتحان قبول للمستوى اللي هم فيه ودخلوهم جامعاتهم، فاحنا زي الأردن.